يعني احمد خلف اريد كلمه من لاعب طلابي بعد له موسمين بالنادي، احمد خلف باقي للموسم الجديد؟ يعني هاي اللاعبين الجاي وقعونا من خياراته، وهو انا قلت لك هسه قبل لا اجي اتصلت بي عنده لاعبين قدموا للاداره اللي يريدهم هاي الموسم، لاعبين غير اللي وقعوا؟ لاعبين بالطلبه ولاعبين برا النادي اللي يريدهم للموسم الجاي. يعني الاسماء كلها يمك؟ لا مو يمي، هو اخوه ما يقول لي بهم، بس انا شلون عرفت عنده لاعبين؟ منطقه قائمه للاداره، هذول اريدهم بالطلبه، هذول اريدهم تبقونهم، وهاي اللاعبين جيبوهم جاي تفاوضون. اذا احمد خلف باقي مع باقي الطلبه؟ باقي للي يقدم قائمه باسماء لاعبين معناها باقي. لا هو احمد خلف مدرب مو وقعه، قدموه. ممتاز. تفقوا الاداره مع احمد خلف انه الطلبه داخل وناوي على دوري الموسم الجاي؟ اكيد. اكو هيك نيه سمعتها انت داخل الاداره؟ لا هو قبل لعبه الكاس هو وقع، وبعد مباراه النجف يعني حتى للتمرين تاخر 3 ساعات او 4 قاعد وياهم، ووصلوا فتشير بالطرفين، واكيد يعني هو قلت لك فريق جماهيري ومبالغ موجوده، لاعبين يعني هسه بدات تجي للطلبه، المصداقيه رجعت، فان شاء الله يعني هالموسم خير على الطلبه. حلوه مال المصداقيه رجعت. اي مقابل يعني يوقعون اللاعب بفلان سعر ما ياخذهن، هو صوش مو بس بالاداره 10%. اي كان دعم ماكو من الوزاره، هسه بس ما نحكي على الاداره. هسه الاداره لا الحمد لله والشكر داعمه للنادي، والوزير اهم شيء هو داعم للنادي. جيد. نروح للكهرباء.